والآن المرشحون لجائزة أفضل ممثل دور أول. أحمد عز عن فيلم الممر. أحمد عز عن فيلم ولاد رزق 2. أمير كرارة عن فيلم كازابلانكا. أحمد حلمي عن فيلم خيال مآتة. كريم عبد العزيز عن فيلم الفيل الأزرق 2. خالد الصاوي عن فيلم الضيف. والفائز بجائزة أفضل ممثل دور أول كريم عبد العزيز عن فيلم الفيل الأزرق 2. مساء الخير عليكم جميعا. أولا أنا بشكركم جميعا، الأستاذ ماجد حسني وكل السادة سواء أساتذتي أو زملائي في ترشيح للجائزة. وأكيد الجائزة لما بتبقى من زميل وبتبقى من حد معاك في الشغلانة بيبقى ليها طعم غير جائزة الجمهور. الجمهور ليه طعم، والزملاء والأساتذة بيبقى ليهم طعم تاني. أنا بشكركم جدا وبشكر الأستاذ ماجد حسني، وتاني جائزة لينا السنة دي مع بعض، وكل سنة وانتم طيبين، ومتشكر جدا، ألف شكر. Go 100% natural products. والآن المرشحون لجائزة أفضل مونتاج. أحمد حافظ عن فيلم الفيل الأزرق 2. أحمد حافظ عن فيلم الضيف. أحمد حمدي عن فيلم ولاد رزق 2. داليا الناصر عن فيلم الكنز. فارس عبد الكريم عن فيلم الممر. والفائز بجائزة أفضل مونتاج أحمد حافظ عن فيلم الفيل الأزرق 2. مساء الخير. انا مبسوط جدا 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 بالجائزه دي، لان دي الجائزه الرابعه او الخامسه اللي اخدها على التوالي من مهرجان الاي سي اي من الدوره الاولانيه بتاعته. فانا حقيقي مبسوط جدا جدا جدا، مبسوط اصلا. انا بحب الاي سي اي جدا لفكره ان وجود عندنا مهرجان او مسابقه تبقى مركزه في كل الديبارتمنتس اللي ورا الكاميرا وقدام الكاميرا كلها على بعض. دي من الحاجات القليل او من المهرجانات القليله اللي عندها كل الكاتيجوريز دي، فعشان كده بالنسبه لي هو فيري سبيشال.
مبسوط ان هي المره دي كمان عن فيلم انا بحبه قوي يعني فيه الازرق اتنين، فمبسوط جدا. طبعا انا احب اشكر كل الناس اللي صوتت لي، واحب اشكر اداره المهرجان لاصرارهم المره دي ان المهرجان يحصل رغم الظروف والكورونا والكلام ده، فاصرارهم ان المهرجان يبقى موجود حتى لو فيرتشوال، فهو ده يستاهلوا جدا كل الشكر عليه. ومتشكر ومبروك لكل الناس اللي كسبت، وعقبال كل سنه. متشكر جدا.